السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم احبابي في الله. اليوم راح نجيب لكم جديد تاع ابيكس ليجون. اول تجربة ليا في هذه اللعبة، راح نقرا لكم بعض النصوص عليها باللي واش كانوا يهضروا عليها اللعبة هذه. اول حاجة احنا شفناها في اللعبة هذه باللي لعبة زون ليجون. نبداو بالحاجة الاولى وهي اسلوب اللعب. بالنسبة لاسلوب اللعب، عندنا السرعة. بسرعة اعتمدت اللعبة على اسلوب لعب سريع وغير ممل، والذي وجدناه في كثير من الالعاب باتل رويال حاليا، حيث ان اللعبة التي وضعت قوانينها في نفس الالعاب الذي قدمتهم لعبة تايتان فول. نضيف الى ان لعبة اسلوب لعب سريع هذه تايتان فول معروفة اللعبة باللي لعبة سريع وحركة مثيرة. بالنسبة لهذا السرعة، بالنسبة للمتغيرات في اللعبة، كاين متغيرات تكون بداية الجولة كأنها كنهايتها أبدا، حيث أن الأساطير داخل اللعبة والأسلحة والقوة التي يمتلكها الأساطير قد تجعل من اللعبة متغيرا في كل قتال أو في كل جولة، بالإضافة إلى أن الإمكانية التي تملكها اللعبة على إعادة أحد رفقائك الذين قتلوا في اللعبة مجددا هي ما يجعل اللعبة أفضل للعب الجماعي. هذه النقطة فعلا مليحة بالنسبة للناس اللي مازال الأخو كان لهم يلعبوا في أجند في أبيكس ليجون، مازال مش عارفين باللي راه يقدر إذا مات يقدر صاحبه يعاود يرجعو يحيى. هذه نمو بداية صعبة. بالنسبة للبداية راح تكون بداية صعبة جدا جدا بالنسبة للمبتدئين، غتكون اللعبة فيها صعبة جدا بعض الشيء، حيث تستطيع تعلم جميع القوى التي يمتلكها الأساطير والقدرات التي لديهم. هذه اللي حابين نقولها، حيث أن اللعبة تمتلك الكثير من الحركات والأساليب التي يمكنك من أخذ الأفضلية على الأعداء. هذه النقطة مهمة جدا ولازم تعرفوها، هو ما قد يأخذ وقتا للتأقلم مع كل الأمور التي تحصل على داخل اللعبة. هذه المشكلة تاع هاد اللعبة والديفو تاعها الوحيد اللي شفناه به تدخل ديريكت في الاخر. بالنسبة للافكار الجديدة اللي خرجتها من اللعبة، ان فكرة وجود الاساطير داخل اللعبة باتل رويال هو بحد ذاته فكرة جديدة جعلت الكثير من اللاعبين يودون تجربة اللعبة. فعلا هذه فكرة مريعة ماشي جديدة، فكرة رائعة جدا ما لقيناها في حتى لعبة باتل رويال، حيث أنك في بداية كل جولة ستقوم باختيار بطل يمتلك قدرات مختلفة على الآخر، وهو ما يجعل اللعبة تعتمد على اللعب الجماعي بشكل كبير جدا جدا، وتقدم تجربة لعبة مختلفة على مع كل بطل جديد تقوم باختياره. فعلا هنا نقطة مهمة جدا وفكرة رائعة لما شفناها لا في فورتنايت، ما شفناها لا في كول اوف ديوتي بلاك اوبس، ما شفناها في حتى لعبة كيما البابجي ولا اخرى. بالنسبة للاساطير نحكي لكم شوية على الاساطير اللي راح حطوهم في لعبة ابيكس ليجون. قدمت لعبة في بداية الاطلاقها 8 اساطير تستطيع اختيار بينهم لبدء القتال، حيث ان الاساطير 8 يمتلكون قدرات مختلفة مثل استخدام درع الحماية او صنع معبر متنقل او حتى طلب المعاونة للاعبين الذين معك في الفريق. والجدير بالذكر ان الشركة المطورة ريسباون لديها بالفعل اساطير جديدة ستقوم باضافتهم للعبة، ومن المتوقع ان يكون هذا الامر مستمرا مع قدوم التحديثات المستقبلية. يعني هنا حسب شو عدونا شركة المطورة تاعهم ريبساون باللي قال لك الاساطير كاينين ومع تحديثات جديدة باذن الله راح يكون اذا قدمت نجاحات كبيرة. بالفعل قدمت نجاحات، هذه ابيكس ليجون قدمت نجاحات كبيرة في اللاعبين. بالفعل كاين اساطير والى اخر الاساطير راح تلقاهم هنا تخير بيناتهم، ما نعرف كيف يسموهم كل واحد اسمه حاجة. بالنسبة نروحو للدروع والاسلحة. عندنا نبداو بالاسلحة. قدمت اللعبة الكثير من الأسلحة داخل اللعبة والتي كانت مشابهة بطريقة اللعب لتلك الموجودة في لعبة تايتان فول. ما عرفش تايتان فول اللي يكتب في التعليقات ندير لكم عليها ريفيو إن شاء الله، حيث أنها لم تكن
معقدة بكل سهولة الاستخدام، بل بسهولة الاستخدام والتي يعني بكثرة الشبه التايتان فول بانت للاعبين باللي راها سهلة نورمال وعادي جدا، وتقدر تلعب وتطوير الأسلحة. بون، يمكنك تطوير المعدات تجدها داخل الخريطة أو في صناديق الأسلحة عادي جدا. بالنسبة نحكيو على الدروع، الدروع كان نظام الدرع الذي قدمته اللعبة مميزا جدا، حيث أنها اعتمدت على بطاريات تستطيع شحن الدرع خاص بها، يعني تلقى بطاريات في كل بلاصة تستطيع أنك تشحن بها بعد ارتداء الدرع تاعك للقتل، وباستخدام بطاريات مختلفة تجدها في الصناديق أو في مناطق البحث اللي راح تلقى فيها الآخر، حيث أن استخدام أنواع البطاريات المختلفة يعطيك درعا أقوى، والذي تستطيع إعادة شحنه إذا قام أحد اللاعبين بإلحاق الضرر عليه. بون، بالنسبة للرسومات والأداء، نبدأ احنا بالأداء. بون، بالأداء في بداية الأمر بداية الأمر كنت قلقا من أن تكون اللعبة غير جاهزة. بون، كان شوية بنتلي هناك حتى بعد إطلاقها، إلى أنني تفاجأت حيث استطعت الحصول على عدد كبير من الفريمات. بالنسبة لي أنا لحقوا لي الفريمات حوالي 60 فريم، فأصبح عندي كارت جرافيك 1050 تي اي معروفة، هذيك تمشي لي في الفول اس دي، والليكرون تاعي عندي فول اس دي ب 60 فريم فقط، ما نقدرش نلعب فريمات اعلى، وعطاتني 60 فريم على اعدادات الهاي في الفول اس دي في بعض الاحيان بسلاسة، هذه اللي عطاتنا في بداية الاطلاق الكثير من اللاعبين. بون، لكن ما الذي يتحدث عنه ان اسباون التي لديها خبرة كافية في صناعة الألعاب التي تقدم لك تجربة مثالية. بون، بالنسبة للرسومات، مع وجود اللاعبين في نفس العالم الذي قدمته لعبة تايتن فول، يعني نفس العالم اللي راه كاين في تايتن فول تلقاه في لعبة أبيكس ليجند، بتقديم رسومات ممتازة وجميلة، والتي خلال فترة تجربتي لم أرى الكثير من الأخطاء، مشت حتى غلطة صح فعلا باللي مشت، كان حتى غلطة في الرسومات، حيث أنني كنت في بعض الأحيان أقف لأنظر إلى العالم الخلاب فعلا وجمال العالم الذي كنا نلعبه في هذه اللعبة. بالنسبة للعبة عندها عالم رائع جدا ومختلف تماما على لعبة بابجي وفورتنايت، يعني لدرجة أنك تشوف الجبال وتشوف الآخر بتقنيات رسوم رائعة جدا. هنا أعطاني زيد نقطة بالنسبة للصوت، بالنسبة للصوت تاع اللعبة قدمت صوت رائع ونظام صوتي، يعني ما نكذبش عليكم ما شفتوش في حتى لعبة باتل رويال اللي شفناها في الألعاب اللي فاتت، الألعاب اللي فاتوا هادو اللي شفناهم كيما فورتنايت، كيما بابجي، كيما نقولوا كول اوف ديوتي بلاك اوبس، يعني الله يبارك الصوت تاعها ثاني مليح، صوت رائع بتقنيه دولبي. هذا الحاجه الاخيره اللي راح ندفع على اللعبه بالنسبه للصوت، رائع جدا جدا، يقدم تجربه خلابه فعلا. بالنسبه للناس اللي تستعمل كاسك 3 دي ولا كاسك كيما نقولوا فيه 7.1 راح يستمتع باللعب فعلا، راح يستمتع باللعب وراح تكون تجربة لعبة رائعة جدا 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 من ناحية الصوت. بالنسبة لأسلوب اللعب الآخر اللي راح نشوفوه حنايا، بلي شفناه بلي تستعمل نظام FPS First Person Shooter اللي معروفة به شركة EA معروفة بالألعاب FPS مثل Black Ops، مثل كول اوف ديوتي، مودا اوف هونور، باتل فيل، فار كراي، يعني هذا الاسلوب هذا كاين بزاف ما يبغوش هذا اللعب بينهم. انا ما يعجبنيش اللعب تاع الاف بي اس، باسكو تحسو ثقيل شويه ولا تحس اللعب شويه ممل بالطريقه هذه، ولكن اللي خلى اللعبه انها تكون جميله ورائعه وانك ما تكرهش منها وما تملش منها هي انك عندك الاساطير هذه اللي تقدر تبدل بيناتهم في كل جوله تلعبها مع اصدقائك ومع كل واحد تتعرف عليه. بالنسبه لامكانيه اضافه الاصدقاء، يعني في امكانيه انك تضيف اصدقاء اللاعب في ستيم،
في ستيم ولا اصدقاء الاوريجينال فقط، ما كاش امكانيه ان نضيف اصدقاء من فيسبوك ولا نضيف اصدقاء من بلاصه اخرى من ايبيك ولا من منصه ايبيك ولا من منصه الاخر. يعني عندك امكانيه فقط من منصه ستيم، يعني هذا الاوبسيون من منصه ستيم ولا اوريجين اوبسيون، يعني كي زادوا لنا منصه تاع ستيم راهم دهروا فينا حاجه مليحه بارابور واش كاين كيما نقول في فورتنايت. قال لك الاصدقاء اللي تقدر تضيفهم غير من منصه ايبيك جيم فقط، اما هنايا حاطك منصه ستيم، حاط لك منصه اوريجينال تضيف فيها الاصدقاء عادي جدا. هذا اللي شفناه حاليا في هذه النقطه. هذا واش رانا نشوفه هذا لحد الان. واش نقول لكم، نترككم مع بعض اللقطات من الفيديو هذا الخاص باللعبه واذا اعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على اللايك، واذا لم يعجبك الفيديو واعجبك المجهود فاضغط لايك. ثاني حاجه، اذا كنت غير مشترك في القناه فارجو ان تشترك في القناه وتفعل جرس ليصلك كل جديدنا. خالتي دعمونا ان شاء الله، انا باش نبقى ونستمر في وضع الفيديوهات المشابهه كما هذه. بالنسبه للاخر، احنا عندنا مشكله في الجزائر، ما عندناش ثقافه تاع الاشتراك في قنوات اليوتيوب. من فضلكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يصلكم كل جديد. انا بالنسبه لي كي دير لي لايك ولا تفعل الجرس ولا الاخر ما راح تفيدني في حتى حاجه، ولكن تعطيني حاجه حافز اني استمر. ان الهدف تاعي هو كيما نقولوا نعطي الفائدة ونمد الفائدة للجميع. هذا هو الهدف اللي راني دايرينه في هذه القناة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله. Press A to access the lobby. When you are in a party, press enter to chat. Press A to access the lobby. Ruck up, it's time to move out. Trust me, I know what I'm doing. Read easy, watch your side and never quit. Introducing your champion.